الهلال يمزق نصر ماتورانا بثلاثية ثقيلة وشعلة الخرج تحرق. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه فيها اللي انضموا معنا الان استاذ مساعد العصيمي استاذ عبد الكريم الفالح مضيفا حلقه الليله. الهلال او النصر والهلال اليوم كانت مباراه الديربي انتهت بفوز الفريق الهلالي بثلاثه اهداف. نتابع تقريب المباراه ثم نعود. لا تقرير المباراه ما هو جاهز. رجعونا الشباب بتقرير المباراه متى جهز؟ يعني معلش تحملونا اليومين هذه بعض الامور الفنيه في البدايه يعني لازم تكون في اخطاء كذا. اهم شيء تتحملنا انت معنا. لا اذا تحملت لك خلاص مشاهدين لازم يكون ما نقول خطوات هفوات ما نقول اخطاء هفوات يعني. طيب الهلال والنصر او النصر والهلال مباراه اليوم يعني كثير كان في تفاؤل في المدرج النصراوي انه فريقهم راح يقدم مباراه مميزه اليوم. النتيجه ابدا ما تعكس حالة التفاؤل في المدرج النصراوي، نتكلم عن صاحب الأرض أولا. والله شوف أنا بالنسبة لي أنا من الناحية الفنية دائما أقول إنه من الصعب أن نتحدث عن نواحي فنية، لكن أنا اللي شفته اليوم يعني كمشاهد ومطلع على كرة قدم اللي كثير يعتبرونها كتاب مفتوح، إنه مدرب النصر أخفق في الشوط الثاني. يعني أنا أشوف الشوط الثاني نازل لاعب جناحين مغير لاعبين كانوا يعني واحد منهم اللي كان يوفي. أيوفي. يعني ممتاز. وجهة نظر شخصية وبعدين تغير منهجيتك وطريقة لعبك تلعب بالزيلعي والقحطاني جناحين والله ما أدري فتح اللعب للهلال كثير حتى أصبحت أي كرة للهلال قدم ماتورانا خدمة لمدرب الهلال جدا جدا لأنه أسف صراحة أتعب المحورين النصر أتعبهم تعب كبير خاصة في وجود لاعب أنا أعتقد أنه يعني مع الاحترام والتقدير ما ادري كيف انه هذا يلعب اساسي على لاعبين مثل عبد الرحمن القحطاني او مثل اللي هو مانسو يعني شو انت تنتظر انه اللمسه السحريه تظهر في الدقيقه الفلانيه خلاص يعني كتاب من عنوان الرجل خله يتدرب لين يصل الى نتائج جيد وبعدين يشارك الى الان هو حتى ذهنيا غايب عن الفريق اللي هو بصراحه اول مره اشوف لاعب كرش واضح عنده كرش وثقيل الحركة خلينا نكون صريحين ثقيل الحركة وأستغرب يعني كيف النصر أشرك اللاعب وبعدين غير يعني غير مبالي يعني كثير من اللقطات اللي جات شوفه غير مبالي يقطعون الكرة منه وهو ما في مشاكل يعني. السلام عليكم يسلم ويمشي. طيب خلينا نشوف تقرير المباراة إن شاء الله يا رب نقول يا رب يطلع التقرير نتابع التقرير ثم نعود. عاد الأزرق من جديد لأجواء المنافسة على بطولة الدوري وكسب غريمه التقليدي النصر في قمة لقاءات الجولة الخامسة ثلاثة أهداف هلالية عانقت الشباك النصراوية مقابل هدف نصراوي وحيد استقبلته شبكة سديري. الشوط الأول شهد تبادل السيطرة بين الفريقين مانغان يفاجئ سديري بكرة خاطئة لكن الأخير يتدارك الموقف ومن كرة بينية للدوسري تصل إلى الزوري يمررها عرضية لتصطدم بغالب وتسير بهدوء نحو المرمى الأصفر. هدف للهلال في الدقيقة 21 من كرة ممتازة من عبد العزيز الدوسري هادئة لعبد الله الزوري يظهر عبد الله الزوري يلعب الكرة العرضية عبد الله الزوري ولكنها ليست عرضية بالشكل الصحيح الثلث الأخير من الشوط الأول يشهد عودة النصر لأجواء اللقاء من خلال تسجيل هدف التعادل عبر مهاجمه السهلاوي. هدف التعادل للنصر كرة من القناص هنا القناص في هذه المباراة القناص محمد السهلاوي يقتنص فرصة كانت اصطدمت في حكم اللقاء وهذا جمال الديربي ليس التسجيل للنصر. عبدو برناوي ينقذ النصر من هدف محقق عبر الكوريو الذي لم يحسن التصرف في كرة انفرادية. بعدها بدقائق بسيطة النصراويون يحتجون على هدف ألغته راية الحكم المساعد. الشوط الثاني شهد انقلاب المباراة رأسا على عقب واتجهت بوصلة التفوق بالكامل صوب الفرقة الزرقاء
حيث أبدع نامي في صناعة أكثر من فرصة للكوريو الذي لم يكن في يوم سعده، وأضاع على فريقه أكثر من فرصة سانحة للتسجيل. البديل عبد الرحمن القحطاني كاد أن يسجل هدفاً نصراوياً ثانياً، ولكن براعة سديري كانت حاضرة وأنقذت الموقف. الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني شهدت تنوعاً في طريقة الاختراق الهلالية، حيث اشتركت الجهة اليسرى في صنع الهجمات الزرقاء، والتي جاء من أحدها هدفاً هلالياً ثانياً برأسية الخطير وزلي لوبيز التي لم يستطع العنزي فعل شيء حيالها. يعود الكوري ويخفق مرة أخرى في تسجيل اسمه ضمن لوحة شرف اللقاء، فطوح بكرة ياسر الشهراني لخارج المرمى. البرازيلي لوبيز يؤكد للمرة الألف أنه من أميز لاعبي الدوري من خلال استثماره لتمريرة عبد العزيز الدوسري ليطلق قذيفة قوية تعانق شبكة النصراوية. الدقائق الأخيرة تشهد تحركا نصراويا بغية تقليص النتيجة، ولكن سديري كان في يومه وأنقذ المرمى الهلالي من أكثر من كرة. ينتهي اللقاء بفوز الهلال ووصوله للنقطة الثامنة، بينما بقي النصر على نقاطه السبع دون أن يتقدم خطوة جديدة. أبو أحمد، نقدر نقول الهلال فاز اليوم 3 مع الرأفة؟ والله الشوط الثاني كانت أفضلية الهلال ظاهرة بشكل كبير، إلى درجة أنه كانت حتى فرص التسجيل حاضرة، يعني من عدة مصادر وليس من مصدر واحد في الهلال، ليس ويسلي فقط، حتى البدلة اللي نزل بديل اللي هو سالم أعتقد أنه تهيئت لفرصتين للتسجيل. كان الهلال أخطر، كانت النواحي التكتيكية تغلب فيها الهلال بمساعدة مدرب النصر اللي ضغط على محوري الارتكاز، وجهة نظر طبعا قدم لهم المباراة. أي نعم، أنه تلعبت بجناحين اللي كانوا أبرز لاعبين في النصر اللي هم المحورين، فتح بينهم. لكن أنا ودي ملاحظة الحقيقة، يعني أنا أشوف أنه مثل صناعة اللعب أخطر صناعة الهدف، يعني هي أهم نقطة، هي اللي تجعل دائما. أنا أعتقد أن عبد العزيز الدوسري تميز بشكل كبير، إلى درجة أنه اليوم الناس تتكلم عن وسلي وتناست عبد العزيز الدوسري. عبد العزيز الدوسري صانع هدف بدرجة يعني عالية جدا، إلى درجة تشوف أنه هو اللي يأخذ الآن المراكز الأساسية في الهلال ويترك مثل الشلهوب والفريدي وأسماء وسالم خارج الخط. يعني لاعب أنا أعتقد أنه إحنا افتقدنا كثير بعد أسماء ذهبت أو غابت لصانع الهدف الحقيقي، هو من يفعل ذلك الآن في الكرة السعودية. عبد العزيز الدوسري هو صانع الهدف. وصل حديث عن الفريق الهلالي، وصلي يعني من بداية من أول يوم جاء للهلال هو يعني يعطي مؤشرات بأنه لاعب كبير ومؤثر. اليوم مسلم سجل بالرأس ومسجل بالقدم اليمنى، وإذا ماني غلطان هو قدمه الرئيسية القدم اليسرى ولا لا، ويسوي فرق. أمس كان يتكلم فهد الهريفي وعبد الكريم الجاسر يقولون اللي عنده شيء يطلع بكرة من اللاعبين الأجانب، اللي في رأسه شيء يورينا يا بكرة. اليوم وسلي واصل تقديم الفرق. غريب أن وسلي لو تلاحظ في الشوط الأول كان يشارك كثير في الدفاع، كان يشارك كثير في الدفاع، بينما ياسر الشهراني اللي هو مدافع أصلا كان يشارك كثير في الهجوم. لما ثبت وسلي في الهجوم شفت الأهداف وسجل هدفين جميلين. الملاحظ أنه مدرب الهلال ركز تركيز كبير على الأطراف، وخاصة على الجهة اليسرى اللي هو شغلها ياسر الشهراني أمام زميله السابق في القادسية خالد الغامدي، تفوق طبعا الشهراني، وأنا أعتبر الشهراني هو نجم المباراة، قدم مجهود كبير. ثنائية جميلة كانت بين ياسر الشهراني ووسلي. الثنائية طبعا كانت ملاحظة جدا في العرضيات، في التمريرات، في كثير. الهلال كان منظم أكثر، النصر مدربة لعب دور كبير في إخفاء الفريق، في عدم، وهذه نقطة مهمة، في عدم الوصول إلى حل أمام ما يقدمه مدرب الهلال. يعني لازم يكون في خطة مضادة، زي ما يقال في كرة القدم هناك خطة مضادة للخطة اللي تفوق فيها الفريق الآخر. تتفق مع كلام أبو أحمد أنه مدرب النصر الشوط الثاني
قدم الفريق النصراوي على طبق من ذهب للهلال؟ نعم أتفق كثير، لأنه واضح جدا في المباراة، وزي ما قلت أنه ما قدم خطة مضادة سواء حتى في الشوط الأول أو الثاني. الثاني كان بشكل أوضح، طبعا الهلال فاز بالقوة وبالتخصص، وأيضا هناك نقطة يعني مهمة، وهي السيطرة على الكرة في منطقة الوسط، ومن ثم إرسالة بتمريرات بيني. ترى على فكرة يعني يمكن تشوف على الشاشة التمريرة حقت هدف السهلاوي شبيهة بتمريرة الدوسري بالضبط، اللي هي تمريرة في العمق، وهذه معناها أنه في الهلال في تنويع في التمريرات، في تنويع في الهجمات وفي صناعة. طيب في الهلال السديري اليوم حارس الفريق ممتاز الهلالي، ممتاز جدا. أعتقد أنه هذه انطلاقته الحقيقية اليوم، أنه انطلق الآن، انطلق حتى إلى آفاق أكبر، أنه تتجاوز حتى يعني خاصة أنه الفريق الهلالي عانى جدا من عدم ثبات المستوى في حراسة المرمى. يعني وهذه ترى مشكلة تعاني منها، ليش الحراس الكبار في العالم، الحارس الكبير في العالم يعني زي بوفون زي كاسياس، هذا ميزة الأساس بترتشيك، هذا أنه الثبات على العطاء، أنه حارس المرمى لا تز مستوى في مباراة يعطيك مباراة أخرى، أنا أعتقد أنه يدمر الفريق. وهذا اللي كان حاصل مع الهلال مع شرحيلي والعتيبي، أنه يعني لا تثق أنه في المباراة هذه بيكون في حالة جيدة فنية، وعلى الأساس كانت خسائر الهلال تأتي أحيانا من حراس المرمى، لأنه ما يكون في تركيزه، ما يكون في عطاء. أنت تحتاج الحارس اللي عنده توجه ثابت، اللي عنده قدرة على الارتقاء، قدرة على التركيز، أنه المرحلة اللي يكون فيها غير قادر على أنه يكون في كامل جاهزيته، أنه هو يعرف الشيء هذا ويبتعد. أنت ترى أنه الاستمرار الآن في إعطاء فرصة للزيري، أنا أذكر الموسم اللي راح كان قدم مستوى جيد في أكثر من مباراة. نعم. أنت ترى أنه خلاص يعني يعطى الفرصة كاملة الآن؟ مو يعطى، اللي شوف الثقة تكتسب ولا تمنح. الآن اكتسب الثقة هو السديري الآن، حتى لو صدر قرار فني أو خوف إداري بالأشياء هذا، نعتقد أنهم قضوا على حتى على فريقهم. لأنك أنت يا نادي الهلال معروف أنت تاريخك العام الماضي وبداية الموسم هذا، أنه عندك معاناة من الحراس، عندك معاناة من الحراس أفضت إلى أنك تخسر خسائر يعني للأسف وضعت الهلال في موقع حرج. الآن أنت عندك حارس قادر على أنه يقدم نفسه بشكل كبير، يملك التركيز، يملك القدرة، يملك الحيوية والطموح. طيب في المقابل حارس المرمى النصراوي أنقذ اليوم النصر من هزيمة ثقيلة كبيرة جدا. لا ليس بالشكل، ولا رعونة المهاجمين. لا ليس بالشكل. أنا أعتقد أنه في برناوي اليوم في متوسط دفاع النصر كان له حضور ممتاز، حتى في كرات كان إيش بفدائية زي كرة سالم الدوسري، بفدائية زي الكرة اللي أنقذها من يونغ. لم يكن يعني كل التقدير والاحترام لحارس مرمى النصر، لكنه المباراة ما أعطته الفرصة أن يقدم نفسه بشكل. بس أنا أعتبر أنه حارس جيد طبعا النزي، والأهداف ما كان له يعني ذنب فيها. هدف بالرأس قوي، وتسديدة أيضا قوية من وهدف ويسلي. خطأ يعني أي، فما كان له ذنب في الأهداف. هو العنزي صاحب مستويات جيدة خصوصا في الموسم هذا، يعني قدم مستويات جيدة، أنقذ كرات انفرادية في مباريات السابقة، يعني مش أنه مثلا كرات تسديدات فقط، وإنما انفرادات للاعبين داخل منطقة الجزاء. الهلال صلح كل ظروفه في مباراة اليوم، وقد تكون هذه انطلاقة نحو الدوري. والنصر اليوم هتكلم عن الفريق الخاسر، لخبط كل الأمور في الفريق ولا لا؟ والله شوف أنا يعني في العمل دائما، في العمل سواء كان كرة قدم أو غيره، أنت تحتاج دائما إلى الثبات في العمل، إلى التوجه أنك تصل إلى نتائجك النهائية. أنا هذه حصيلتي، فريقي مكون من 14 لاعب، دائما يكون عادة 14 لاعب، 11 في الملعب وثلاثة متغيرين دائما في الفريق، هذه كرة القدم دائما. لكن أنا أشوف أنه الهلال ما زالت أنه الاختيارات أكثر من المطلوب، أنه خاصة أنه بطولة آسيا تحتاج إلى الاستقرار، أنه دائما على أقل تقدير أنه تكون دائما اختياراتك إلى 13 إلى 14 لاعب دائما. هذه الناس اللي موجودين سواء في أساسيين، أنه 14 لاعب بحد أقصى. الهلال ما زال يعني اختيارات المدرب وفكرة
يعني ما ركز، تحتاج إلى تركيز، وأنا أعتقد أنه ممكن يصل إلى هالمرحلة. الفوز يساعد كثير على الوصول للمرحلة دي. أنا وصلتني تغريدة طريفة يعني في عن ماتورانا، ما أدري ذكرت قبل ولا، كتب آخر شيء مات ورانا. هو ماتورانا قال مات ورانا. ماتورانا هو اللي يتحمل خسارة النصر اليوم، ولا اللاعبين ولا الظروف كلها مع بعض؟ أنا أعتبر أنه النصر يتحمل جزء كبير من الخسارة، لأنه ماتورانا لأنه قدم زي ما قلنا، قدم المباراة على طبق من ذهب للهلال، مع يعني عدم إغفال أنه لاعب الهلال قدموا مستوى جيد، ومدرب الهلال أيضا. طيب لو افترضنا أنه ماتورانا ما سوى اللي سوى بين الشوطين، كان ممكن شكل المباراة مختلف؟ أكيد بيختلف، أكيد أنا متوقع أنه كان بيختلف، لكن قوة الهلال أعتقد أنه راح تحقق الفوز وإصرار لاعبين. تدري وين يختلف فيها أكثر؟ أنت شوف الشوط الأول، النصر كان يلعب كرات قصيرة في نص الملعب كثيرة، وكان مسيطر عليها. إذا بدأ التناقل وكان محورها كثير، محورها كان غالب. الشوط الثاني وين راحت الكرات هذه؟ فتح اللعب على الأطراف، نزل الزيلعي، مع الاحترام الزيلعي كان جناح أيمن، والقحطاني جناح أيسر، هو عبد الغني يتبادلون المهمة. يعني فتح على أساس أنه بيضرب أظهرة الهلال، اللي يتضرر وجهة نظر طبعا، اللي يتضرر محاورة النصر. عدني نجوم الهلال أبو، نجوم المباراة في فريق الهلال اليوم، عدني ثلاثة. أنا أشوف أنه عبد العزيز الدوسري، وحارس المرمى ستيري وياسر، ولا أنسى بعد أنه الزوري كان ممتاز. الزوري وصلي بوسلي طبعا، اكيد وسلي هو اللي بعد عبد العزيز. طيب لا نسيت. طيب النصر، انا عجبني كثير صراحه السنتر برناوي وابراهيم غالب. وبصراحه انت قضيت على جزء كبير من قوه السهلاوي في الشوط الثاني يوم خرجت ايوبي. طيب ابو هيا نفس السؤال، نجوم الهلال في مباراه اليوم. الهلال شهراني واضح جدا، وسلي والحارس. النصر كان في حارس، الحارس العنزي وغالب. وغالب. طيب انا تسمحوا لي اختار؟ اي اختار. انا اشوف في الهلال وسلي اللاعب الاجنبي اللي شكل الفرق. بس من اللي قدم لعيبه مميزين؟ في لعيبه مميزين. تمريره الهدف الثاني، في لعيبه مميزين في الفريق الهلالي. اسمح لي ابو احمد، في لعيبه مميزين في الفريق الهلالي قدموا مباراه رائعه مثل الشهراني، لكن اللي حسم مهم جدا اللي يحسم. انه يكون عندك لاعب اجنبي هدف في الفريق يشكل الفرق، وهذا اللي شفناه اليوم. في لقطات جميله في المباراه نمت عن فكر عالي وراقي. شوف هدف النصر الاول، تمريره الهدف اللي طلعت اعتقد يوفي، تمريره الهدف هذه يعني تعطيك تصور عن انه الامكانيات الذهنيه تمريره هدف الهلال. وشوف هدف الهلال نفس الثانيه كانت صعبه، اكثر صعوبه تمريره الهلال. اللي عبد العزيز الدوسري كيف غير وضع الكره وبسرعه. انا اعتقد ان هذه الاشياء دلت على انه هناك فكر عند اللاعب. والله تمريره الشهراني العرضيه لوسلي يعني تكاد تكون ابو هيا، انا اتفق، بس تكاد تكون عاديه اكثر من عاديه. انها كره مرفوعه في الجو. حروح الفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصله الحديث وتغطيه المباراه. قمة الإثارة والندية تنفجر في القصيم بين الرائد والتعاون.